بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة أولى وتانية وتالتة، وصلنا الأجزاء المقررة على حضراتكم هتمتحنوا فيها إن شاء الله السنة دي. هنبدأ بتخصصنا باللغة الإنجليزية، طبعا هنشوف إحنا اللي همنا المرحلة الثانوية أهي قدام حضراتكم بدون يعني كلام هتفهموها. يعني بالنسبة ل سنة أولى ثانوي، آدي الجزئية المقررة بتاعت أولى ثانوي، الوحدات يعني 7 و 8 و 9 ثلاث وحدات ومعاهم الريفيجن فقط. هتبدأ تذاكر من صفحة 7 ل 41 في كتاب الستودنتس بوك، والورك بوك من صفحة 84 لصفحة 107. ده طبعا عشان الأقاويل يعني كثرت وزادت في هذه الجزئية عشان انت ترتاح من وجع الدماغ ده. اما بالنسبة لتانية ثانوي، ادي الاجزاء المقررة على حضراتكم، عبارة عن يعني من يونت 9 و10 و11 و12 و13، يعني دول عندك خمس وحدات اهم، خمس وحدات. وذاكر في السنس بوك، يعني تدور على المواضيع اللي موجودة من بيج 41-66 من 41 ل 66، في الورك بوك من صفحة 33-52 من 33 ل 52. النوفل يعني طبعا شابتر 5 و6 و7 و8، طبعا زي ما قلنا ريد فور فن وتاخد الكلمات اللي موجودة فيها. بالنسبة لتالتة ثانوي، طبعا شال منهم أربع وحدات، فكان المقرر بتاعهم من الوحدة الأولى للوحدة 14، من الوحدة الأولى لغاية الوحدة 14 عند حضراتكم أهي واضحة. و يونت 1 تو يونت 14 ستودنتس بوك من بيج 1 لبيج 19، ويرك بوك من طبعا من البداية يعني من المقدمة خالص إلى 88 لصفحة 88-88. الشابترز طبعا من 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، وطبعا التو شابترز اللي في الاخر اومتد حذفوا. الجزئيه دي المقصود بيها الطلبه اللي هم اللغه الانجليزيه بالنسبه لهم اللغه الثانيه. ده احنا بالشرح، لكن بالنسبه للتربيه الدينيه الاسلاميه والمسيحيه، ادي بالنسبه لثالثه ثانوي اهو، ادي ده بالنسبه لثالثه ثانوي ك تربية دينية، المقرر تدريسه التربية الإسلامية والمسيحية للصف الثالث الثانوي. أهو قدامكم من الوحدة الأولى للرابعة والوحدة الخامسة لغاية صفحة كذا لكذا، وآدي الوحدة السادسة عند حضراتكم أهي شايفة، والكتاب الإضافي اللي هو أدب الحوار في الإسلام الفصل الأول حتى نهاية الفصل الخامس. أما طبعا بالنسبة للتربية المسيحية، هتلاقوا عند حضراتكم أهي يعني باينة من البداية اللي عند حضراتكم اهي، من الوحدة الاولى للرابعة، ومن اول كتاب حتى نهاية درس مفهوم حياة الطهارة واهميتها. ده بالنسبة للتربية الدينية. بالنسبة للغة العربية اللي موجودة عندنا، لو حبينا نتكلم على المرحلة الثانوية بس، ده ادي منهج اولى ثانوي، منهج اولى ثانوي اللي هو اهو شايفينه، ده منهج اولى ثانوي من طبعا مدي لك اهو من صف يعني من مصر تحدث عن نفسها لغايه صفحه كذا 42. الكتاب ذو الموضوعات المتعدده حتى نهايه الفصل السنه 10، وانتوا اكثر معرفه منينا في هذه الجزئيه. اما بالنسبه لثانيه ثانوي اهو، ادي عند حضراتكم الموضوعات موجودة قدامكم اهي، يعني عشان تقرأها انت بوضوح. وبالنسبة للغلابة تالتة ثانوي، دول طبعا مشكلتهم مشكلة لانه المنهج بتاعهم شوية كده يعني اهو، ادي الزحمة بتاعتكم كلها، المنهج بتاعكم طبعا هتلاحظ ان هو مدي لك المنهج في القراءة والنصوص الشعرية والنصوص النثرية والأدب الشعري والأدب النثري والبلاغة الأدبية والدربات النحوية والكتاب ذو الموضوعات. يعني أنت
هتبقى عارف كل حاجة. هنسيبها لكم كده على الشاشة اهي فترة عشان تقرأ انت براحتك. يعني انت ممكن تتحرك بالفيديو براحتك يعني. وفي عندنا طبعا الدراسات لسنة تالتة ثانوي. بص عندك التاريخ اهو، القسم الأدبي تالتة ثانوي اهو. ده طبعا دي المقررات، هو عايز تخلي بالك من المقررات دي اللي جاية بقى ورا بعضها مباشرة اهو. دي كلها تاني بتاخدها سنة سنة اهو. وبعد كده مادة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي برضو اهي عند حضراتكم، ادي جزء منها اقرا كويس وتعرف عليه كويس، موجود عندك اهو ولسه مخلصش طبعا، خير كتير اهو شغال معانا. ممكن كمان ننزل بيده تاني تحت هنا اهو لغاية الصفحات اللي موجودة عندنا. ده بالنسبة مادة الاقتصاد قسم أدبي، ادي المنهج بتاعكم اهو برضو اهو كله موجود عندنا حصريا. و ادي الفصل لغاية يعني تبدأ من الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. ده بالنسبة كمان أولى ثانوي وتانية ثانوي عشان ما يزعلوش. أولى ثانوي ادي مادة التاريخ المقررة على أولى ثانوي، هي مش محتاجة تحديد لكن اهو زي بعضه اهي. وبعدين بننزل على التاريخ بتاع تانية ثانوي، ادي تاريخ تانية ثانوي اهو اللي هتمتحن فيه. وكمان الجغرافيا لأولى ثانوي، ادي جغرافية أولى ثانوي، ادي جغرافية أولى ثانوي اهي موجودة قدامكم، الدرس الأول والدرس الثاني لغاية هذه الصفحة. بعد كده كمان الجغرافيا لتانية ثانوي، جغرافية تانية ثانوي أهي أهو اللي موجود عند حضراتكم. والدرس الأول والثاني والثالث لغاية صفحة 78. وبعد كده علم النفس، بالنسبة لعلم النفس طبعا دول يعني ناس حبايبنا. ادي بيتكلم ان مخطط تدريس الصف الثالث الثانوي بالتعليم العام عندنا، ادي علم النفس سنه ثالثه ثانوي اهو الموضوع اهو. علم الاجتماع وادي الموضوع تاني، يعني في موضوع في علم النفس وموضوع في علم الاجتماع وموضوع في علم النفس لتانية ثانوي، موضوع لعلم الاجتماع في تانية ثانوي، علم النفس تانية ثانوي وعلم الاجتماع تانية ثانوي. وبدول لكم برافو عليكم. ده أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، آدي الفيزياء، آدي الفيزياء أولى ثانوي، آدي موضوعات الفيزياء الجاذبية الكونية والحركة الدائرية حتى بداية الأقمار الصناعية لغاية صفحة 104. الكيمياء حتى نهاية قانون هس صفحة 133. الأحياء حتى نهاية الوراثة الجنسية والأمراض الوراثية نهاية صفحة 91. الفيزياء حتى نهاية المانوميتر صفحة 60. الكيمياء حتى نهاية الرابطة الفلزية صفحة 77. ده طبعا هنا بنتكلم هنا للأسف، ده احنا دخلنا في مع بعض، ده تانية ثانوي، ده تانية ثانوي أهو. وتالتة ثانوي، تانية ثانوي بنقولها تاني فيزياء وكيمياء وأحياء. التالتة ثانوي فيزياء وكيمياء وأحياء، وزود عليهم كمان إيه الجيولوجيا أهو صف الفصل الخامس. وادي الكيمياء وادي الاحياء وادي الباب الخامس زي ما طبعا الارقام هنا حسب الكتاب المدرسي المسلم لحضراتكم عشان بس ما تقولوش احنا كتبنا. بالنسبه للمواد الفلسفيه اللي موجوده عندنا، ده الصف الاول الصناعي والتجاري والفندقي، بس طبعا ده ايه مش تبعنا، هذه الجزئيه مش تبعنا. المهم في البداية بنرجع تاني لمنهج اللغة الإنجليزية بتاعنا، وبنقول لحضراتكم ذاكروا كويس واحفظوا الكلمات والقواعد، ونتمنى لحضراتكم التوفيق وتابعونا باستمرار وخليكم معانا مع هذه القناة. كل جديد هيوصل عندنا هنوصله لحضراتكم بسرعة إن شاء الله. وفي النهاية أقول لكم بالتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.